طبعا مستشفى لطيفة مستشفى تخصصي في أمراض النساء والولادة والأطفال. يعني أحس أهم يمكن فئتين يعني الأطفال والنساء، وتقريبا نغطي معظم التخصصات اللي تخص هالفئتين. الحين مثلا الاتصال القبلي اللي كان من الأخ خالد، يعني حالات حمل معينة أو حرجة أو صعبة، هاي تخصصنا. يعني تلاحظين أغلب المستشفيات مثلا تتابع الحالات اللي ستريت فورورد، بس يوم تتعقد الحالة أو فيها شيء على طول عندنا نحن يعني الباك اب. ويمكن الحالات الثانية بعد اللي هي الولادات المبكرة تو ايرلي، هيله بعدهم يفضلون أن يكونون عندنا، لأن العناية متميزة عن العناية المركزة للخدج. بعد من الأشياء اللي تميزنا هني اللي هي جراحة المناظير، اللي أنا أتكلم على ليفل 4 اللي هو the most advanced. هذا ما عندك اليوم أنت بأي مكان إلا عندنا في لطيفة. هو مثل الألارم سيستم، مثل المنبه أو يعني security basically. والغرض منه كله أنه إذا ابتعد الطفل عن الأم مسافة معينة أنه يبدأ شو يعني يتفعل ويطلع هالصوت، والكل يبدأ ينتبه وتتسكر حتى البيبان عندنا. فكرة منها طبعا كلها شو سلامة الطفل، هذا الهدف منه. وينحط على طول من ينولد الطفل يكون يعني تاج على عند الأم وتاج على البيبي. تخر الصراحة يمكن أول مستشفى في الهيئة، يعني كنا اللي أخذنا الأكريديتيشن أن نكون مستشفى صديق الطفل، وهذا يكون من اليونيسف منظمة الصحة العالمية. السلام عليكم. عليكم السلام. وياك ليلى المنى. مرحبا ليلى. ضيت أشكرك دكتورة على خدمة إصدار جواز الهوية للمواليد الجدد. هي. صراحة هاي الخدمة وفرت على المتعاملين الزوج والجدد. وأشكر على كل خدمات جديدة قدمها مستشفى لطيفة طبعا بجهودكم. الله يحفظك يا ليلى، بالعكس هاي واجبنا، واحنا طال عمرك نبغي نسهل يعني كل المعاملات اذا نقدر نسويها، وهاي الهدف يعني ان نسهل على المتعامل يومياً. طبعا دائما اقول ان احنا هني ان شاء الله يعني هدفنا في مستشفى لطيفه خدمتكم، هدفنا ان نرتقي ونحسن ونقدم افضل الخدمات باذن الله تعالى، سواء كانت طبيه اداريه تسهيلات. وطبعا اللي يساعدنا في هالموضوع اقتراحاتكم ملاحظاتكم ايا كانت، تواصلوا دائما ويانا. الشانلز القنوات مفتوحه، واحنا موجودين وحاضرين ان شاء الله تعالى ان نقدم لكم افضل الخدمات باذن الله.